عماد الفرشيشي رئيس اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بالمرنقية في يوم الفرحة ويوم العرس هذايا اللي يجمعنا بمعهد الفارابي بالمرنقية لليوم التلقيح بعد 3 شهور من العمل الكل مستمر كل شهر كل جمعة في المعهد. الجمعة هذه اليوم الثالث في معهد الفارابي بالمرنقية. نشكر الناس اللي تجندت من مسؤولات محلية من معتمد البلديات المنظمات كهلال الأحمر الدفاع المستهلك راديو ويب جمعيات جي سي عين على المرنقية الجمعية التنموية إن شاء الله نكون ما نسيتش الهلال الأحمر معناتها كيفاش معناتها التدخلات نتاعهم. بالنسبة للجنة المحلية للتضامن أقل حاجة تنجم نقدمها للناس هذوما المتجندين واللي تعبوا على مدى 3 شهور من بداية حملة التلقيح وإن شاء الله ربي يرفع علينا هالوباء هذايا. زادا نشكروا النساء المتجندات هذوما اللي تشوف فيهم كيفاش وقعت تدخل اللجنة المحلية الجمعة هذايا إن شاء الله الأسبوع هذايا بذبح خروف لتقديمه كإعاشة للمتطوعين هذوما. وأقل حاجة نجم نقدموها لهم بالنسبة للجنة كالعادة التدخلات نتاعها في الليبافات في الجيل الماء. اليوم ان شاء الله عملنا فطور عربي كسكسي والبن وفهمتني وشويه سلطه وطاجين كسكسي عربي وخبز صابونه وهذه اقل حاجه نجم نقدمها وان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء. ومشكورين الناس الكل ومشكورين انتوما وان شاء الله ديما العمل متواصل وان شاء الله ربي يحمي تونس. احنا رانا ايد واحده ورانا نحبوا بعضنا وراو المجتمع المدني معناتها فعال ورانا ما عندناش حسابات وماذا بينا الناس الكل تحب بعضها. ونطلبوا من المنبر هذايا الناس تجي تلقح اللي مش ملقحه وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. ما نجموش نفوتوا الحدث هذايا وما نشكروش الاتحاد التونسي للتضامن على راسه سي محمد الاخواني سي منير الحاجي على المجهودات وكل الاخوان وسي حبيب التكالي كمال صرف جهه وسي تيجاني عبد الناصر وكل معناتها العامله في جامعه منوبه والسيد ولي منوبه على المجهود زاد اللي قاعد يقدم فيه. وفما عمل معناتها في الخفاء قاعد يقوم به الجيش الوطني والامن الوطني مشكورين على العمل اللي قاعدين وحرس زاد كذلك الاطار الطبي والشبه الطبي اللي مساكن من الصباح لليل وهما متجندين وتعبين الحقيقه معناتها زاد كلمه حق وشكر تقدير لهم ونرفع لهم القبعه ونحيوهم من هذا المنبر ونقول لهم بارك الله فيكم على اللي تقدموا فيه. واغلبيتها ناس متطوعه وناس معناتها حتى كي نقولوا معناتها ما همش يخدموا في معناتها تابعين اداره وكذا ناس متطوعين يجيو وبدون مقابل معناتها لبيوا الطلب والنداء وجاوا.